ماذا تفعلين عندما تعجزين عن الحمل؟ دليل كامل لجميع التقنيات اللازمة للزوجين اللذين يعانيان مشكلات العقد. دكتور دانييل بوتر وجينيفر هانين. What to do when you cannot get pregnant? A complete guide to all the technologies for couples facing fertility problems. إنجاب طفل هو أكثر شيء طبيعي نقوم به في حياتنا، لكن هذا لا يعني أنه أمر سهل. أين تتجهين إذن عندما لا تستطيعين أن تحبلي بعد أشهر أو حتى سنوات من المحاولة؟ يقدم خبير العقم الشهير على مستوى العالم دكتور دانييل بوتر والكاتب جينيفر هانين، وكلاهما كان مصابا بالعقم، في هذا الكتاب ماذا ستفعلين عندما تعجزين عن الحمل، دليل إرشاد خطوة فخطوة لعملية إنجاب الطفل المعقدة بأحدث تقنيات التكاثر. يشاركنا أيضا بمعلومات عن الموضوعات المهمة ويقدمان نصائح مفيدة جدا لمساعدتك على البحث عن طبيب مختص في الإخصاب في منطقتك والتأكد من أنه ملائم لك. فهم كل الوسائل المتوافرة واختيار وسيلة تناسبك تماما. عيش حياة خصوبة سليمة لزيادة فرص الحمل. تقرير هل تقنيات اختيار جنس المولود مثل التشخيص الجيني قبل الزرع والفرز المجهري مفيدة لك؟ معرفة آخر المستجدات في طب التكاثر مما في ذلك ترقيح ضمن الزجاج طفل الأبوب والعمليات المتقدمة مثل نقل الهيولة وزرع النسيج المبيضي. معرفة متى يجب أن تفكري في التبرع بالبيوض أو النطاف أو الحمل أو الإنابة أو الخيارات الأخرى المتوافرة وكثير من الأشياء الأخرى. يكمل الكتاب قصص أزواج مروا في هذا الطريق ونصائح مفيدة للتعامل مع التأثيرات العاطفية التي يسببها إحباط العقد. ماذا تفعلين عندما تعجزين عن الحمل؟ هو الدليل الوحيد الذي ستحتاجين إليه على الإطلاق للخوض في الشبكة المعقدة للتقنية والعلم الذين سيوصلانك إلى العمومة ولتقرير ماذا تريدين حيال العلاج والعائلة والمستقبل. دكتور دانييل بوتر عضو الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء، طبيب غدة صم، أخصائي في التكاثر مشهور على مستوى العالم، ومدير المجموعة الطبية في مركز هينينغتون للتكاثر الكاليفورنيا المرموق عالمي، كما أنه مدير الطبي لشركة الفرز المجهري الغريبة، وأستاذ جامعي مساعد في التوليد وأمراض النساء في كلية طب كيك في جامعة كاليفورنيا الجنوبية. جينيفر هالين صحفية حرة ووالدة لبنتين توأم أنجبتهما عن طريق التلقيح ضمن الزجاج. موضوع كتاب الحمل كتب إرشادية. عن المؤلفين الدكتور دانييل بوتر عضو الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء وطبيب مختص في علم غدد الصم التكاثري مشهور على مستوى العالم، وهو مدير ممارسة للمجموعة الطبية لمركز هينينغتون لمشكلات التكاثر في كاليفورنيا المرموق عالميا. يلقي الدكتور بوتر عدد كبير من المحاضرات في عديد من المستشفيات والمؤتمرات والجمعيات بما في ذلك الجمعية الأمريكية لطب التكاثر والجمعية الأمريكية للأخصاب، ولأنه متحمس للعناية الصحية بالمرأة فهو يعمل أيضا مدير طبي لشركة مايكروسورت ويست شركة الفرز المجهري الغربية، ومدير لطب وجراحة التكاثر في مركز أناهايم ميموريال الطبي، أستاذ سريري مساعد في طب التوليد وأمراض النساء في كلية طب كيك في جامعة كاليفورنيا الجنوبية. يقطن الدكتور بوتر وزوجته في جنوب كاليفورنيا مع طفلتين تم الحمل بهما عن طريق تلقيح ضمن الزجاج. جينيفر إس هانين صحفية تعمل عمل حر وهي أم لتوأم تم الحمل بها عن طريق تلقيح ضمن الزجاج. بدأت السيدة هانين حياتها المهنية في الإذاعة والتلفاز قبل أن تؤدي دورا في العلاقات العامة والتسويق لمصلحة شركات كبيرة من ضمنها كومباك وهوني ويل وريو ماكس. تحمل شهادة ماجستير في العلاقات العامة من جامعة هوستون وكتبت رسالة ماجستير بعنوان العلاقات العامة على شكل مفاوضات. درست حالة شركة دو كورنيك في الجدل حول زرع الثدي الاصطناعي المكون من هلام السيليكون. لديها خبرة في مجال الخدمات الاجتماعية حيث عملت مع الآباء والأبناء، وهي تحمل شهادة جامعية في التطوير البشري والدراسات الأسرية من جامعة تكساس التقنية. تعيش السيدة هانين في جنوب كاليفورنيا مع زوجها وابنتيها. شوفي بالمحتويات بعد المقدمة. كلمة الشكر: هل أنت عاقر؟ 2 دراسة خصوبتك. 3 ماذا يمكن أن يجد طبيبك عند الرجال؟ 4 ماذا يمكن أن تجد طبيبتك فيك؟ 5 عيش نمط حياة خصبة. 6 تقويم خيارات العلاج. 7 تعزيز فرصك تحريض البابا. 8 فهم تقنية الإنجاب المساعد. 9 يتطلب الأمر أحيانا 4 أشخاص. 10 منع ذوبان علاقات الحياة. 11 متى يجب أن تفكري في المضي قدما؟ 12 اختيار جنس طفلك الفرز المجهري. 13 مسح طفلك جينيا بحثا عن الأمراض الوراثية التشخيص الجيني قبل الزرع. 14 تفصيل الأطفال.
15 تخبرين أن تثق التنين. 16 إلى أين يتجه طب التكاثر؟ الملحق، خطط التنبؤ بالخصوبة، قاموس إنجليزي عربي ومصادر. ضمن قشرة بيضة، نادرا ما يندم الأزواج على العلاج المبكر، ولكنه كثيرا ما يندمون على تأخير العلاج. تحدثي مع جميع الأشخاص الذين تثقين فيهم الذين خضعوا لعلاج إخصابي، واطلب نصائح الطبيب. أفضل مكان تدعين بهم منه هو العائلة والأصدقاء والزملاء والجيران. إذا لم تكن تعرفين أي زوجين خضع على علاج إخصابي، فابحثي عن في قائمة المصادر في ملحق الكتاب، أو ابحثي في شبكة المعلومات لتحديد مكان مرشحيك من أطباء والرافة الطبية ومجموعة الدعم. أوقف استخدام التمر وقلل من تناول الكحول والكافيين والمواد الضارة الأخرى، لأن ذلك سوف يساعدك في الإنجاب. كوني فاعلة أنت نفسك في علاج عقمك. ساعدي في كشف العواقب التي تواجهينها أنت وزوجك، واكتشفي خياراتك المتاحة. سجل موعدا إذا كنت تحاولين أن تحبلي منذ سنة، أو كان لديك حالات مرضية سابقة، أو كان عمرك فوق 35. ابحثي عن الطبيب وعيادة ملائمين لك ولنمط حياتك ولشخصيتك. أبقي طبيبا وعيادة على قائمة الاحتياط. لا ضير في أن يكون لديك خطة بديلة. تواصل جيدا مع المختص في الخصوبة، سوف يجعل ذلك حياتك أكثر معنى. خذي زمام الأمور، لا تنتظر المعجزة، بل اصنعي واحدة. كتاب ماذا تفعلين عندما تعجزين عن الحمل، دكتور دانيال بوتر وجينيفر هانين.